السلام عليكم اخوتي، معكم عرف اف اي، فيديو جديد اليوم ان شاء الله. اليوم اخوتي يعني نكمل لكم الاسئله اللي وعدتكم، يعني يكون الموضوع ديالنا نكمل لكم الاسئله، يعني نصور لكم الحمام وانا كنجاوبكم على الاسئله اخوتي. وبغيت نقول لكم يعني على حسب الفيديو اللي نزلت لكم مره اخرى، يعني كنظن يعني انا طيحت بقوت تعطلت على يعني تعطلت ما نزلتش فيديوهات، يعني طحني بشويه، يعني مبقاوش يدير التفاعل كما كان شحال هادي. كنتمنى من الله يعني نرجعوا كما كنا او احسن احسن، وتفاعلوا معنا اخوتي، وشكرا للناس اللي كدعمنا وكتزيد تقولنا كمل. المهم اخوتي بقاو معايا، يعني انا نصوركم الحمام ونجاوبكم على الاسئله، بقاو معنا اخوتي. المهم اخوتي كما كتشوفوا على الحمام ندير لكم الاسئله اخوتي. يعني واحد الصديق قال لي يعني عندي واحد جوج ديال سوفيانوس، يعني عندي جوج سوفيانوس ولا انت يعني كضرب الدكار، يعني عاملهم في بلاصه واحده ولا انت كضرب الدكار. قال لي واش يقدر يجوجو، يعني الحمامه الا كانت لا انت كضرب الدكار والدكار كيخاف منها يعني راه ما يجوجوش. خصك دائما الا انت تدخل على الدكار، ماشي الدكار تدخل ولا انت بالدكار كيفرض واحد السيطره بي هو خصو يبقى يضربها وتسانس معاه جوج. السؤال الثاني اخوتي، واحد الصديق قال لي عندي واحد جوج فواياجور ولا انت يعني جوج بيهم كيطلعوا يعني كيطلعوا فوق بعضيتهم، يعني لا انت والدكار جوج بيهم كيطلعوا فوق بعضيتهم. وقال لي واش تسمى البيطه، يعني لا انت والدكار واخا يكونوا كيطلعوا جوج بيهم يعني صغار تسمى لك بيطه اخا، يعني ما كاين حتى مشكل عادي، يعني صغار تنزل لك بيطه. واحد الصديق قال لي انا عندي فروخه ديال الكارتيتان والعش كيبقاو يتجمعوا فيها شي كيتجمعوا في العش داك بحال قنبل، يعني دابا الامر عادي اخا، يعني دابا الحراره خصك ضروري تشري واحد فليط، يعني واحد برودوي كي ديال الحمام ديال هادشي القنبل كيغسل جميع الحشرات، ضروري خصك تبقى تضربو في العش. انا بيدي عاد خصني نشريه باقي ما شريتوش، يعني كتبقى تضربو في العش. دابا هما عندي هنايا فروخه او مفروخه، راه دابا اذا بقاو شي 6 ايام ولا 4 ايام يقدروا يتجمعوا فيهم ديك القميله سيدة، يعني خصك ضروري تجيب ديك فليط وتهز الفروخه وتزول الحمام وترش في العش وترجع داك الشيء كما هو، وان شاء الله يزولوا داك الشيء. السؤال الثالث اخوتي، واحد الصديق قال لي انا عندي الزغاليل، يعني جبتهم باقي صغار وواحد كياكل واحد باقي ما كياكلش، يعني كاينه يعني الطريقه، يعني الفروخه ملي كتجيبهم باقي صغار يعني كتجبر واحد ناقص على الاخر، ما كتجبرهمش قد بعضيتهم. يعني انا بدي هذا ما كياكلش بزاف هذا، ان شاء الله فرقتهم على لبا وميما. ها يا اخر كياكل، ها هو فين هذا كبير عليه، ها هادو زغاري ديال الحمام نفخ. يعني اخا يعني ما تسخف حتى حاجه، يعني داك اللي ما كياكلش خصك تبقى تعاونو بيدك حتى كيسانس ويبقى يشوف الحمام كياكلو راه ياكل معاهم، وحاول تبقى تطبقو مع الحمام. دابا انا هادو كانوا متلوقين مع الحمام حتى بداو كياكلو، يعني كيسانس وكياكلو عادك فرقتهم. دابا مزيان هذا شويش كياكل مغلية قليله وصافي. السؤال الخامس اخوتي، واحد الصديق قال لي يعني شحال كيعمل الثمن ديال الخينيسي عندكم في طنجه؟ الثمن ديال الخينيسي اخوتي يعني كما قلت لكم، يعني الخينيسي كيوصل 800 درهم 600 درهم على حسب كاليتي الخينيسي، يعني كاينه كاليتي مزيان وكاينه كاليتي ناقص، يعني على حسب كاليتي، وكل واحد يعني كيكون عنده الحمام ديالو وكيطلب الثمن اللي يعني اللي خصو، فهمت؟ وبالنسبه للحمام اللي كيكونوا يعني عندك كارتيتان، يعني الخينيسي كارتيتان، يعني اللي كيكونوا مشاركين فيهم بالجمعيه، يعني كي يعني كيكون واحد الثمن يعني غالي، يعني كيرتفع الاسعار ديالهم، يعني ضر الكارتيتان يوصل لك 2000 درهم
150,000 يعني كيكون مشارك في الجمعية، كيكون محقق واحد الإنجاز يعني كينزاد الثمن ديالو. كذلك ترخي نسي يعني إذا كان في الجمعية تا هو كيتزاد الثمن ديالو. بالحق يعني الترخي نسي كيكون عند أي واحد هريدة يعني كتفرغ منه هذا، هو كيطلب الثمن. حنا في طنجة 600 درهم 800 درهم على حسب. أصلا في طنجة الحمام كيغلى يعني كيزيد يغلى في طنجة الحمام، يعني كل واحد وكيفاش. واحد السؤال اللي عنده واحد صديق قال لي يعني شحال يعني الثمن يعني جوج من صوتك كارتيتان شحال كيعملوا، يعني كارتيتان شي حاجه مزيانه بحال هيدا والكار ديالك كيعملوا 800 درهم، دي شي حاجه مزيانه اخر. السؤال واحد اخر اخوتي واحد صديق قال لي انا عندي فواياجور ولا انت يعني ما كتبغيش هذاك تولف مع الذكر، يعني لا انت واخا الذكر كيضر ما كتبغيش تولف معاه. كما قلت لكم اخوتي يعني فواياجور صعيب يعني باش كيتسانسو مع بعضيتهم، يعني خصك تجرب مع محاوله الاولى والثانيه، يعني حتى كيولفوا بعضيتهم يعني تقدر تضربوا المره الاولى معاه وما يسانسوش وتفرقهم وترجعهم تيسانسو، يعني خصك تعمل معاه محاولات باش يسانسو. اما يعني هي تخشي تخلي مره واحده هيدا راه يقدروا ما يسانسوش. كاين يعني الخين يعني الحمام اللي كيسانسو دغيا يعني فواياجور، كاين اللي كيسانسو كاين اللي ما كيسانسش. واحد صديق اخوتي قال لي يعني شنو الماكله اللي كتطين الخينيسي. الخينيسي يعني كطيه الماكله بحال اللي كطين كارتيتان، يعني ما تزول لهم هذيك التركيه وديك الزريعه ما طيها لهم شي، وطيه جميع انواع الحبوب طيهم له يعني ماشي مشكل. والخينيسي ماشي بحال كارتيتان، الخينيسي واخا كطيه الماكله عادي، كارتيتان لا مي يعني اما الاكله بزاف كارتيتان كيطيح بوشون ديالو. الخينيسي لا، الخينيسي واخا كياكل بزاف ماشي مشكل، اولا تعطلتي الماء وشرب بزاف حتى هو ماشي مشكل. الحق كارتيتان لا، كارتيتان لا كلا بزاف ولا هذاك يعني راه مكيبقاش ينفخ، وهذا مشكل اللي كيواجهو بزاف ديال الناس ديال الحميمية كيواجهو هاد المشكل هذا، يعني خصكم تردو بالنا الحمام. واحد صديق قال لي انا عندي ثلاثة الحمامات وجبتهم شي سيمانة، ما قاليش بالضبط شمن حمام عنده، قال لي واش تلقم واش يتربى ولا لا، يعني سيمانة وانا يعني ما قاليش الحمام يعني شمن حمام ما عنده. مهم يعني الحمام انا نجاوب بصفة عامة، يعني الا كان عندك فواياجور جبتي فواياجور راه ما يتربى لك شي، كان عندك صوبيانوس او لا داك الحمام يعني بلدي يعني يقدروا يتربى، يعني صوبيانوس يتربى سيمانة الا كان مجوج هذاك ومولف هذاك يتر عندك، اما الا كان ممجوشي وهذوك جبتيه سيمانة وطلقته يقدر ما يترباش، وكذلك الحمام البلدي حتى هو ما يتربى لك شي. السؤال الموالي اخوتي واحد صديق قال لي يعني شنو هي الطريقه باش تخلي الحمام يولفوك، يعني الطريقه باش يولفوك الحمام اخوتي يعني تحاول تعلمهم على شي صوت، يعني اما تصفر لهم المهم تعلمهم على شي صوت بهما حتى في الماكله ولا في شي حاجه ملي كتجي تديهم الماكله تعلمهم على شي صوت ملي كيبقاو يولفوا داك الصوت هذا كيسانسوك، يعني ملي كتصفر لهم ولا شي. انا خصوصا يعني معلمهم كنبقى نصفر لهم، يعني ملي كنصفر لهم كيعرفوا يعني اما الماكله ولا شي حاجه فهمت، يعني خصك تعلمهم على شي صوت بالحمام كيسانسو داك الصوت وكذا وكيعرفوا يعني شنو يكون عند حتى الحمام، يعني سبحان الله العظيم خصوصا فواياجور كيعقل يعني على الحاجات، يعني صراحة ذكي فواياجور واحد عند الذكاء يعني تبارك الله عليه وكيعقل. واحد سؤال اخر واحد صديق قال لي انا عندي جوج ديال الحمامات صبيانو فواياجور، قال لي شنو يعطيوني فواياجور وصبيانو احسن بلا ما تجوجهم، يعني فواياجور حاجه اخرى وصبيانو حاجه اخرى، يعني اللي عندك شي صبيانو دبر له شي لانتا يعني في الاصل ديالو في بالنسبه للاصل ديالو، فواياجور اللي عندك لانتا عاود دبر شي لانتا فواياجور راه جوجهم احسن.
اما فواياجور تجوجو مع فواياجور راه ما يديوك حتى حمام، فهمتي يعني شي حمام ما يديوها لك. يعني كيما واحد صديق قال لي من قبل، قال لي واش نقدر نجوج خينيسي بالكارتيطان، الكارتيطان كينفخ والخينيسي كيدلي، يعني ما يديوك شي اصلا، يعني يقدروا يديو الراس، يعني المهم داك الشيء يطلع مخلط كيما كيقولوا هنايا في طنجان روانة وسعر. مهم اخوتي ما نطولش عليكم، يعني باقي للاسئله صراحه يعني ما نقدرش نجاوب عليها كاملين، ما يجيش الفيديو طويل اخوتي. مهم اخوتي بقاو معايا. مهم اخوتي كان هذا هو الموضوع ديالنا، يعني جاوبنا على الاسئله اللي قدينا اليوم، ما بغيتش نطول لكم في الاسئله اخوتي، باقي لي الاسئله يعني باقي لي شي حاجه الاسئله بالحق، خليها حتى الفيديو اللي ماشي ان شاء الله نكمل لكم ليها. ومازال يعني واخا تشوفوني هذا نجاوب على شي حاجه الاسئله، راه كنجاوب يعني اللي قدرت عليه، كنجاوب الدراري في الواتساب وهذاك، يعني اللي قدرت عليهم كنجاوبهم في الواتساب، واللي ما كنجاوبوش يعني ميساج بزاف اختي يعني كنطلب يعني مسامحه، يعني ما تقدرش تجاوب على ميساج كاملين. تيناو تكون يعني الا كان كيوصل لك 1000 ميساج او 500 ميساج راه ما تجاوبش عليه، ما تقدرش تجاوب عليهم كاملين اخوتي. وسمحوا لنا اخوتي الناس اللي كتعطل عليها ما كنجاوبهاش يتسمحنا، والناس اللي ما كتعطلش عليها كاين الناس اللي ما جاوبتهاش كنجاوب في الفيديو، يعني كنجاوب اسئله كنختصر الاسئله وكنجاوب يعني الاسئله اللي كتكون مهمه وخصها بنادم يعرفها كنحاول نجاوب عليها اخوتي. وباقي الاسئله ان شاء الله في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله. شكرا اخوتي، وبارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا، وتابوناو في القناه اللي باقي جديد يعمل ابوني ويعملوا جيم اخوتي، وبارطاجيو معنا هذا اخوتي. وشكرا اخوتي على الدعم ديالكم. بيس دراري.